منحت الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا مملكة البحرين ممثلة في وفد الشعبة البرلمانية صفة المراقب لاجتماعات الجمعية كأول دولة خليجية، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 45 للرابطة التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. وأكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماعات أن منح مملكة البحرين صفة المراقب لاجتماعات الآسيان تعد خطوة متقدمة تعكس مستوى الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وتعزز حضور ومشاركة الشعبة البرلمانية في المحافل الخارجية. كما أشاد وفد الشعبة البرلمانية بالدور البارز الذي قام به رئيس مجلس النواب في تحقيق الإنجازات الدبلوماسية البرلمانية الهامة التي ساهمت وتساهم في إبراز المملكة في الساحة الدولية. وأوضح وفد الشعبة أن هذا الإنجاز يعد اعترافا بدور مملكة البحرين الفاعل في تعزيز التعاون الدولي والتزامها بدعم الحوار البناء مع المنظمات الإقليمية والدولية.